ماركيت واحد الحاجة، انكم تروحوا تجبدوا السوجي كيما راهو تروحوا ديروه مع التلاميذ. لا لا، ما ديروش هكذاك. شوفوا نتوما قبل وين راهم لاحقين في البرنامج، ومن بعد ديروا لهم السوجي اللي يمشي على حسب واش قراو هما. ماشي هما راهم في البروجي 1 سيكونس 3، وي كاين اللي راهم في هاد البروجي. كي درت لكم استفسار في الاستبيان في المنتدى عندي، خرج باللي كاين بزاف اللي راهم هنا في البروجي 1 سيكونس 3. دونك انتوما راكم هنا، علاش تروحوا ديروا لهم تاع الاعياد والمناسبات؟ هذوك مازال ما قراوهمش، ما تخلطوا لهمش واش قراو واش ما قراوش. داكو، دونك راح نبداو هاد ليفالواسيون موجهه لمن اللي راهو في البروجي 1 سيكونس 3. عندنا هادي يقدر يديرها اللي راهو في البروجي 2، داكو. بصح اللي راهم جايين ان شاء الله يعني اللي يكونوا على البروجي 2 المناسبات، ما يقدرش يديرها اللي قراه هنايا اللي راهو هنا. اوكي، دونك نبداو. بسم الله. كاتريام ابي تكست، النص او ماغازان، في المحل. ماجد ولينا فون او ماغازان بوغ اشتي ان بلوزون. ماجد ولينا راحوا للحانوت ولا المحل باش يشرو ان بلوزون. سو ماغازان ايت ا كوتي دو مارشي، هذا المحل بجانب المارشي. با لوان دو لا بوست، ليس بعيد عن البريد. En face de la mosquée, مقابل المسجد. Dans la rue principale, Ahmed Zabana, في الطريق الرئيسي أحمد زبانة. En arrivant, عند الوصول, Majid demande au vendeur de lui donner un joli blouson bleu. Donc, عند الوصول, Majid طلب من البائع باش يعطي له شنو ان جولي بلوزون بلو، جميل وازرق هذا البلوزون. لي كيستيون، الاسئله ها مليك معانا. كيستيون، كومبريهنسيون دو ليكري، واش قال لي؟ ريبون على كيستيون، اجيب على السؤال. او فان ماجيد الينا، هنايا كاين لاكسون هنا او، اين. Où vont Majid et Lina? Aina dahab Majid et Lina. Majid et Lina vont. Alors nous lisons dans le texte. Majid et Lina vont au magasin. C'est pas naya. Vont au. Alors au magasin. Non. D'accord. Très bien. Deuxième. Réponds. Je vous donne d'ailleurs la première ou la deuxième question. Je vous donne maintenant. C'est-à-dire, est-ce qu'il a pas le fait? Je vais peut-être vous donner quoi le texte. Réponds par vrai ou faux. Je vais essayer de faire. Au magasin, alors le magasin se trouve dans la rue Ahmed Zabana. Le magasin est situé dans la rue Tariq Ahmed Zabana, le chemin Ahmed Zabana. Donc dans la rue principale Ahmed Zabana. Oui, c'est vrai. صحيح. نجيبها نحطها هنا. ماجيد فو اشتي ان بلوزون نوار، او حاب يشري بلوزون نوار، صح؟ نو. الوغ واش قال؟ بلو. دونك واش كتب هنا؟ فو، خطا. تخوا تخوف دون لو تكست لو سينونيم دو مو بو. لو سينونيم انت المرادف ولا الشرح تاع كلمة بو، كنا شفناه في الدروس. دونك وين راهو لو سينونيم تاعها؟ ها وليك هنا معنا، هو ان جولي. جولي معناها جميل. نجيبو نكتبو نحطو هنايا. لا كيستيون لي موراها قالي مي لي نو سوليني او بلوريال، ضع الكلمات الاتية المسطر تحتها في الجمع، حولها للجمع. ماجيد اشات ان بلوزون اي اون كاسكيت. دونك ان واش تولي؟ شوفوا معايا هنايا، صحح لكم باش تشوفوا. تولي دي بلوزون. الوغ اكتبها كيما راهي، بلوزون. بلوزون واش نزيد؟ نزيد الاس تاع البلوريال. الوغ اي تبقى كيما هي. الوغ اون تحول تولي دي، وكاسكيت نكتبها كيما هي كاسكيت، واش نزيد لها؟ الاس. هذا ما كان. دونك ان يولي ولو دي، لو لا الابوستروفي ولو لي، ونزيد
الاس وعندي كلمات اللي شفناهم بيت مزيد لهم والو اللي خلصوا بالاس والاكس وال والزاد. 5 كومبليت او بريزون اكمل في الحاضر كومبليت فوالا كومبليت او بريزون ماجيد avoir un blouson ماجيد avoir alors avoir le verbe avoir مع ماجيد ماجيد هو il صافي il مع avoir واش نكتب نكتب a a un blouson il être heureux être حنصرفو مع il avec s في البريزون دونك واش يولي لي son هاوليك son هادي الاجابه الصحيحه دونك son A. OK. Très bien. نروح لا كيسيون لي موراها. 6. Complète par son ou sans. هادوما دي زوموفون. شفنا son هو لو verbe être ou sans هو c'est un adjectif possessif ou un déterminant possessif. Donc Majid est content de blouson. Lina et Majid au magasin. وراهي الجملة لا فراز ما فيهاش le verbe. دونك هنا هاوليك لو فيرب اي هنا ما عنديش الفيرب دونك نسحق فيرب وراه فيرب سون ولا سون اس او ان تي نكتبو هنايا دونك سون لو فيرب اتر هاوليك نسحق فيرب دونك ها هو سون اللي نجيبو هنا وهنايا واش نكتب نكتب سون son blouson يعني البلوزون تاعو داكور تري بيان دوزو دوكا لا برودكسيون اكريت التعبير الكتابي واش قال لي pour confectionner l'imagier de ton quartier tu vas rédiger un petit paragraphe de 3 ou 4 phrases ou tu le présentes en utilisant les outils suivants donc dans lequel شوفو هنايا معايا قال لي باش تكتب باش تورينا دير واحد ليماجي تاع الحي تاعكم راح تكتب واحد النص النص هذا النص تاع ثلاثة ولا ربعة جمل داكوغ هاد ثلاثة ولا ربعة جمل واش راح دير فيهم راح دون لي دون لوكال فيه راح تعرف هاد الكارتيي وباستعمال هاد لي زوتي دونك شوازير ان تيكست ان تيتر بلوتو يعني تختار عنوان كونجيغي لي فيرب او بريزون تصرف الافعال في الحاضر امبلويي لا بروميير بيرسون دو سينغولي تستعمل الضمير الاول تاع السينغولي اللي هو جو لا جي ابوستروف على حساب لو فيرب استعملتو ميتر لا بونكتواسيون يعني لا ماجوسكول لي بوين لا فيرغول اي تو علامه الوقف اتوا دو لا بواتا outil وراهي la boîte à outils la boîte à outils oui tu هاي ليك هذا الجدول صبيه لا بواطا اوتي فيه الكلمات اللي نقدروا نستعملوهم سؤال بزاف يتعاود اسكو لازم نستعملو غير منهم نو تعرفوا ديرو ديرو لي نو الاسماء عندي مون كارتيي دي ميزون ان جاردان لا سوبرات لا موسكي لي ريستورون ليكول لو ستاد دو ستاد دو كوافير لا غار اور لا غار هي موقف القطار لا كوافير الحلاق ستاد الملعب ايكول مدرسه ريستورون مطاعم لا موسكي المسجد لا سوبيرات الجاردان حديقه لي ميزون المنازل بون كارتي حيونا اتر هذو لي فيرب اتر كانو سو تروف يتواجد ابيت يسكن ادجكتيف الصفه تاع دي غران ولا غروند كبير كبيرة petit petite صغير صغيرة beau belle جميل جميلة propre calme نقي calme en face de مقابل près de قريب من pas loin de ليس بعيد عن beau كلمة واحدة أخرى اللي نسحقوهم عندي beaucoup كثيرة dans في إليا يوجد إليا با لا يوجد نروحو لا production écrite تاعنا ونشوفو كود على هذا الشكل دونك ديزولي راني شويه مغلوقه هاد الكليمه راهو ربي يستر صحاب الاليرجي كاع راه بيعاني مون كارتيي حيونا دونك لو تيتر اتونسيون لو تيتر لازم دايما نعلموهم بلي يبداو بالتيتر ما كاش باراغراف بلا عنوان دونك
mon quartier. Donc, d'ailleurs, قول salut. Là, je préfère قول bonjour. Parce que salut, ça s'appellera beaucoup plus à l'oral. Donc, قول bonjour. Je m'appelle ويكتب اسمو هنا. J'habite dans un ويكتب هنا. وين يسكن؟ Dans un bâtiment. Dans un, je sais pas, dans une villa. هكذا. Notre maison se trouve منزلنا يتواجد وين؟ ونكتب هنا وين. D'accord. يعني dans la rue, la rue وسبيها سبيها ذاك الحي تاعنا. Dans notre quartier il y a, في حينا يوجد. وش يوجد؟ نقدر نستعمل من هاد الكلمات هابلك. يوجد des maisons, منازل, un jardin, des restaurants. يعني اي حاجة نلقاوها في الحي تاعنا. Après, mais il n'y a pas, لكن لا يوجد. ونعاود نولي لهنا. واش كاين واش ما كاش؟ داكوغ. وخير il y a pas du stade. ما كاش استاد، ما كاش كدا. داكوغ. ونولي لهنا. mon quartier est beau et propre. جميل و نظيف. نعاود نولي لكم لهنا برك دقيقة. كي نقول notre maison se trouve، نقول الشارع اللي راهي فيه، ونستعمل هادوما هامليك. دونك قول دون لا رو نسميها. ابري قول لوان، با لوان دو. داكوغ. با لوان دو لا سوبيريت، اون فاس لا موسكي. يعني هكذا. اوكي تري بيان. بالتوفيق للجميع. واللي راهو جاي ان شاء الله تاني موضوع كيما هكذايا على هادوما، ونشوفو تاني نزيدو كل ما نزيدو باذن الله. بالتوفيق.